صباح الخير، انا كريم عزيز، انا شرط بليز. اليوم هو يوم المباراة الجمعة، الليلة هي ليلة كبار السن في ملعب بارتي سميث، في سيلعب ضد بليز فريق انفرون. تعالوا شجع فريق روكوفيل لمساعدة كبار السن على الخروج بليز بفوز على ليدي بليز. مباراة مبروك لفريق الموسم كرة الطائرة الخاص بهم. لا تنسى ان الرياضات الشتوية قادمة بسرعة، تأكد من دعم هذا الفريق. سيجتمع نادي اللغة الألمانية يوم الثلاثاء 29 E5 أكتوبر الساعة 43 دقيقة في الغرفة. تريك أور يوم 30 أكتوبر سيكون يوم أحفظ حلوك وتأكد من أن تريك منظمة ومسجلة. هذه الجمعة هي ليلة كبار السن، سنلعب ضد في مباراة بارت سميث ريكفورد الساعة 7 مساء، كن انفرونت إلى هناك. أتمنى لك يوم الرائع أن جو بليز.